لا ولا
يا قديس
شوزا يا نولا يا معزة سعرين اللعب يا مرفا شباح المريم شبيا شفع يكونون ملافا شفعوا يشمس وصارا شفعوا يشمع يشميا نور الله في حمد جنيانك والدنيا
صيحة بثيثة. أعد خيارا وصبرا وامسكن كل برياسة دورك. أشوى الخلل الطيب وثقه ورحمك. وين احنا نتبسم عم شارير بدي راسي فرش بدن عمار الصوت. أوى غبرا روحا وتشل عني. Yeah.
يا قوم يا
مين تعبون I'm
إمامك وابقى روحك وتشال عني اشبحت لا لها من روم اشبحت لا لها من روم اشبحت صبر من يوم اليوم قربانه اشتعب عن مريم وكلهن عم يحوالو وكلهن رب مريم وشبهتهم وتحل عن كلهن آلاته وكل كلهن على عهد عم يسيبين الدون مريم شميع وازي وشنو تشبح دمكشة هاول مريا شبه دمه هاول مريا تشبح دو إقارة هاول مريا إقارة دشمش قل قربان وقل الثارة وصمد المريا فات القدشة زوء من قدام وكل أرعى أمر بث أم المريا أمه أثقنا الثاوي ابن الزوء ون الأم وفر سوتا يحضن شمية وقص أرعى الوزير وقبل عين لتعشن الحقلة ثقل إثبها ذمري أداثي لمثال الأرعى داعنت والزدي حوثا والأم بهي ما نوثا Oh,
that we may gain the gifts of love, hope, and salvation for our bodies and souls, and always in the perpetual praise to you, O Lord of God, Father, Son, and Holy Spirit, forever and ever. تنبه لئلا تنسى الرب إلهك غير حافظ لوصاياه وأحكامه وفرائضه التي أنا آمرك بها اليوم، مخافة أنك إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جميلة وسكنتها وكثر بقرك وغنمك وفضتك وذهبك كل ما لك يشبع قلبك، فتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من دار العبودية، والذي سيرك في البرية العظيمة الرهيبة حيث الحياة اللامغة والعقارب والعطش، وحيث لا ماء فجر لك الماء من صخرة الصوار، وأطعمك في البرية المنة الذي لم يعرفه أباؤك ليذللك ويمتحنك ليحسن إليك في آخرتك، وإلا تقول في قلبك إن قوتي وقدرة يدي صنعتا لي هذه الثروة، بل تذكر الرب إلهك فإنه هو الذي يعطيك قوة لتصنع بها الثروة، لكي يثبت عهده الذي أقسم به لآبائنا كما في ذلك اليوم. وإن نسيت الرب إلهك وسرت وراء آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها، فأنا شاهد عليكم اليوم بأنكم تهلكون هلاكا كالأمم التي يهلكها الرب من أمامكم، هكذا تهلكون أنتم أيضا لأنه لم تسمعوا لصوت الرب إلهكم بارك الله. Listen to the Acts of Apostles, chapter 2. May Christ enlighten you with his holy teaching and make you worthy, Father, for those who are risen. Then Peter stood up with the 11 and addressed them in a loud voice, "Men of Judea and all who live in Jerusalem, make no mistake about this, but listen carefully to what I say. These men are not drunk, as you imagine. Why? It is only the third hour of the day. The contrary, this is what the prophet was saying. In the last days, the Lord declares, I shall pour out my spirit on all humanity. Your sons and daughters shall prophesy, your young people shall see visions, your old people dream dreams. Even on the slaves, men and women, shall I pour out my spirit. I will show portents in the sky above and signs on the earth below. The sun will be turned into darkness and the moon into blood before the day of the Lord comes, that great, great and terrible day. And all who call in the name of the Lord will be saved. Men of Israel, listen to what I'm going to say. Jesus the Nazarene was a man commended to you by God by the miracles and portents and signs that God worked through him when he was among you, as you know. This man who was put into your power by the deliberate intention and foreknowledge of God, you took and had crucified him by the men outside the law. But God raised him to life, freeing him from the pangs of Hades. For it was impossible for him to be kept held in its power sins, as David says of him, I kept the Lord at my side always, for with him at my right hand nothing can shake me. One for the shore. رسالة موسى رسول الأولى إلى أهل الكتاب.
يقول يا أخي. إنما فلتكن سيرتكم كما يريد ببشارة المسيح، حتى إذا أتيت رب أو كنت غائبا أسمع عنكم، إنهم ثابتون في روح واحد ونفس واحد، مجاهدون جميعا في إيمان الإنجيل، غير متخوفين في شيء من الذين يغاورون، دلالة على هلاكهم وعلى خلاصهم، وهذا من الله قد وهب لكم، لا أن تؤمنوا بالمسيح فقط، بل أن تتألموا أيضا من أجله، وتحتملوا الجهاد كما عانيتم وتسمعون الآن منه. فإن كان الضرور الآن في عزية المسيح، أو تسكين قلب المحبة، أو شيء في الروح، أو رأس فرح، فأتوه فرحي بأن يكون لكم رأي واحد، ومحبة واحدة، ونفسا واحدة، وفكر واحد، ولا تعلم شيء بالشقاء أو المشتقاء، بل فليعرف تواضع ضمير كل منكم قريبه وأقوى منه، ولا يعلم أحدا ما هو لنفسه، بل ما هو لقريبه أيضا، وافتكروا في هذا في أنفسكم، أي فيما أعتقدتم في يسوع المسيح أيضا، الذي هو في صورة الله، لم يكن يحسب هذا اختلاسا أن يكون عين الله، لكنه أخذ ذاته وأخذ صورة العبد، وصار في صورة الناس، فوجد في هيئة إنسان، فوضع نفسه وطاع حتى الموت الصليب، فلذلك أنفعه الله جدا وأعطاه اسما أفضل من الأسماء كلها، لكي تجدوا باسم يسوع كل ركبة بما في السماوات وعلى الأرض وتحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب المجد الله أبيه والنعمة أرعت زولون أرعت نوتالي أرخت يا مار
عورت لدنان قليلة عمي عمت ويوي فيه وخشكا به مرابة زينة وانيتي ويوي وقفرة موتا طلني ثد به ربحيرة إليهن من ايقها مشوريل ايشو متروزي وبيمارا تون بسبب قرولة ملكوتة تشمية كنت اهو برخاشا ست ايام دقليلة غزيلة تريخن واثا شمعون بشتقرية كيفون تريوس اخوني محلوق شباكة مايا سبب ويغا صيد ناي ميرا طالعين يشوع هيون بطري بن اود النخل صيد ناي بني ناشا عبدا نشوق للشبك راديهن وزلا قمنية متبابيهن سودي مصلوحي شباكة بييهن كم قاري لإيشو بعدنا شقل القمنية وبابيهن وزلا وترك الناصرة وجاء فسكن في كفر نعوم التي على شاطئ البحر في تخوم زبلون ونفتالي ليتم ما قيل بإشعيا النبي القائل أرض زبلون أرض نفتالي طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في كورة الموت وظلاله نور أشرق عليهم ومنذ حينئذ ابتدع يسوع يكرز ويقول توب فقد اقترب ملكوت السماوات وفيما هو يمشي على شاطئ البحر الجليل رأى خوين شمعون الذي دعي الصخر وإندراوس أخاه يلقيان شباكا في البحر لأنهما كانا صيادين فقال لهما يسوع اتبعاني فيجعلهما صيادي الناس فللوقت تركا شباكهما وتبعاه لما جاز من هناك رأى خوين آخرين يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه في سفينة مع أبيهما زبدي يصبحان شباكهما فدعاهما يسوع أما هما فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Matthew. As he walked by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, Follow me, and I will make you fishers of men. Immediately, they left their nets and followed him. And going on from there, he saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and John, his brother, in the boat with Zebedee, their father, mending their nets. And he called them immediately. They left the boat and their father and followed him. وشعروه مريخة ويعاقبه ومحامله وخلق حق مبارك للجميع
شاء الله دائما بالصحة والعافية. إدي خوشا بقرايا من زونا التصليوة إيدا تصليوة وثلاً ودي خوشي بطل إيدا تصليوة تتبايش خوشا بقرايا وتقريباً إيخم كمولة أربع إيدية. احتفلنا قبل كم يوم عيد الصليب وسوينا شغلة النار وتكلمنا عن عيد الصليب شوية. وبعد عيد الصليب يجي أحد الأول من الصليب، يعني مثل أسابيع مقسمة بالكنيسة حسب سنة الطقسية مالتها. والرابع هو من إيليا. بداية النص قرأنا أنه يسوع لما سمع يوحنا أمسكوه، وأكيد راح ينعدم يوحنا لأنه تكلم ضد هيرودس ولأنه ما أخذ مرت أخونه وعارض هذا الزواج وما يصير، فمسكونه وقدمونا على مد هيرودس اللي برقصت قدام هيرودس قال أعطيك نص مملكتي، وتعرفوا القصة. بعدين قال توبوا اقترب ملكوت السماوات، موتت يا موسى قرون ملكوت الإشمائية. قاموا إلى ممارة وجدت يا موسى ما زباله أغني فرخشة الطقس الإيطالية إغبغزايا إغبقراوة تبيلد. ليه قال يسوع توبوا؟ ما نعلم إذا إحنا دنسير بحسب الطقس الكنيسة دنسير إلى ميلاد يسوع، فإذا توبوا ليش بهذا الوقت؟ ليش أطعنا إياها؟ وراء رأس البدر يسوع كان يسير على بحر جليل وشاف اثنين أخوة قالوا اتبعوني، ومشى شوية شاف اثنين آخرين قالوا اتبعوني. إذا نركز على الدعوة، التوبة مطلوبة من عندنا دائما. يا موسى إلى مطلوب منا الداعي موسى إن هو يا تبي يلدي، إن هو يا تبي تتحشى، إن هو يا تقيمت. لازم مرشال الايتا دي بيت يا موسى. كنيسة مالتنا لازم تحسسنا بالتوبة دائما، ليه؟ حتى نرجع إلى ربنا ويخلصنا يسوع المسيح، حتى نرجع إلى الطريق الصحيح. هاي مدى نرجع لها توبة مالتنا، مدى نسوي توبة، مدى ننقي ضمائرنا وقلوبنا وحياتنا حتى نستقبل يسوع في حياتنا، مدى نستقبله بطهاره وبنظافه. مثل ما هسه عم نسوي لحد الان كثير من عندنا يا ما يلبسون الماسك او سانيتايزر يسوون يعقمون. ضروري نعقم نفسنا من الخارج لنهتم، بس من الداخل مدى نهتم. اي وقت الموزه منبوخه من برايا من جوا الاخوه عندنا موجوده. ليخ منبوخ اللبة؟ ليخ تموز اللبة؟ ليخ العطار اللبة؟ يغزيقة هنا ولبة تمستة وتعقيد. لو دخلنا يعني رادلنا محتاجين تنظيف قلبنا وعقلنا وفكرنا دائما، مو بس أسوي سانيتايزر إيدي وزين قلبي باصص. No. Why I sanitize my head but my heart is not clean? It's very dirty. Because I got so nervous or aggressive with the others. My heart is not clean. My brain is not clean. How come you come and receive the Holy Eucharist in your life? How come? Your heart is not clean. When you gonna be Jesus in your life on this moment if you are not clean? أخر تخلق بي خلصة خلوات خطوات برخة قبل ما تقرب قربانا تخلق clean your brain. Your heart. تمزوا للبة وهون بيوم قد شغلوا القربان. نظفوه محتاجين. فبعدين يسوع هو دا يمشي شاف اثنين اخوة. من هو اثنين الاخوة؟ اول اثنين. من هو؟ ارفع ايدك. سمعان واندراوس. طبعا هذا النص قريب اكو من عنده في انجيل اليوم قرينا متى، بس اكو قريب من عنده لوقا وقريبا عنده يوحنا. لوقا لما يقول يوحنا كان واقف دا يعمد المعمدان، يوحنا المعمدان كان واقف دا يعمد، لما شاف يسوع بيمشي على حافة البحر قال هذا هو حمل الله لحامل خطايا العالم. فتبعاه اثنين هما اندراوس وبطرس، تبعوا اندراوس ويوحنا تبعوا
يسوع، ولما باعوا عليهم يسوع قال ماذا تريدون؟ قال أين تقيم؟ قال تعالى وانظرا. ما قنموا في المكان، قال تعالى وانظرا. شوفوا ما نعرف يسوع إلا أن نعيش معاه. ليه ضد إيشو؟ هو الخوف منه اللي خينا من إيشو بايش إيشو عدك ثارة وتاريخ وبس. ليه إيشو برناشا إيش منه؟ If you don't live with him, he's gonna become Jesus as an history. Before 2000, he's born and upset as an history, not in our life. Like today, Jesus is with us. لخم تخبونا ومن فأخذ ما تفتح هذا الموضوع برجع إديو إيشو ده يختار تلاميذ. شوفوا الدعوة، يسوع يدعو تلاميذه بعز النهار. In the daytime he called his disciples. The first two disciples were, they are working in their job. يعني كانوا بيشتغلون بأعمالهم حتى يجيبوا الرزق لوين لعوائلهم، لان اكثريه التلاميذ هم متزوجين ما عدا واحد المعروف هو يوحنا الحبيب. فكل التلاميذ كانوا متزوجين. زين هذول التلاميذ الاثنين ورزق مالتهم وعيشه مالتهم على صيد، لانهم اميين ومساكين وما عندهم غير شغله، كانوا شغلتهم مهنتهم هي صيد السمك. كانوا يشتغلون في قمه النهار، في وضع النهار. وأكيد بالظهيرة والظهر أو بالنهار ما تكون صيد سمك مثل الليل أو بالفجر الصبح. ليش؟ لأنه بالليل شوية السمك يهدى وبالصبح ها راح يتحرك. فوقت الظهيرة صعوبة يكون فيها الصيد. وصيد السمك يراد له صبر وانتباه. أهم نقطة هي الصبر ويتحمل، لأنه ساعات وساعات يمكن ما يصير. وهو وجوزه يا يصير يا ما يصير. وقسم منهم الله رازقه، بس يذبش شو اسمه مالته راسه يسحب شنطته. إرادة الصبر. فلما يسوع اجى وشاف هذول الاثنين التلاميذ في عز النهار وده يعملون في وقت عملهم. في وقت عملهم. اليوم ايش قد نعطي احنا من وقتنا ليسوع؟ اليوم احد، هل يا ترى نترك كل شغلاتنا ونجي للكنيسة نحضر؟ هاي هي النقطة اليوم مهمة. وصلوها الرسالة. يسوع شاف هذول الاثنين قالهم تعالوا. When Jesus was walking by the Sea of Tiberias and he saw two brothers, Peter and Andrew, they fixed their net or they do something on the boat. And immediately when Jesus called them, immediately they left everything they followed. How come they do this? Today, are we able to listen to the word of God? Immediately we leave everything and follow him? I hope so. إخوانا وشودة يا لا ده نسوي هذا العمل أم صعبة؟ شو نحن اليوم نعرف كل شيء، عائلة مرة الأولاد وكلهم، والروح ورا يسوع على شنو؟ من هو يسوع؟ في ذاك الزمان من هو هذا يسوع؟ حتى نروح أتبعه، حتى نروح نشوف شيء من عندي صعبة. بس هسه عم نقول مثلا اذا من غير جهه، يمكن بطرس واندراوس هذول كانوا متزوجين، كانوا عندهم عوائل، يمكن نقول ايه هذا كان ضايش من مرته ومن حماته وبس يخلص من عنده روح وريس احسن من يعني يخلص من مشكله، خلي اروح ورا يسوع اشوف عنده يسوع. يمكن يكون عنده فت مملكه، يسويني فت وزير، فت بيج بليسز راح يعطيني. هذا ضايش حيل من مرته يريد يخلص من عنده. شلون؟ يلا زعلي قبل ايش ما مش فايت عليك. ما خلصني من ضغطه من يالا ما هدك الى ماشي ولا بعد لا. اللي يهرب من مشكله لا يتصور انه راح يتعلق في شغله اخرى. كمكرسين اذا ريد يصير كاهن
الأكبر بالعمر يعرفون مثلا بالعراق أكثريتنا شباب، أقولها مع كل الاحترام، اللي صادق وأمين برسالته كانوا يهربون من العسكرية يروحون يصيرون رهبان أو قسام أو ملالي. ملالي هاي سبتوا خلوه، بس نحكي على قسام. كانوا يهربون، وأنا من الأشخاص كنت بالدراسة الإعدادية لما دخلت للدير رئيس الدير قال لي تريد تصير راعي لو قاس؟ قلت له لا هاي ولا هاي. دحكي دعوة، الدعوة التلاميذ، الدعوة كثير مهمة. قلت له لا هاي ولا هاي، لا ليش جيت هنا؟ أريد أجرب حياة، بس أنا ما هربان من شيء حتى أجي هنا. وقتها كانت حرب إيرانية وعراقية، وصراحة كان هواي هاربين موجودين داخل الدير، هاربين من الجيش. لما طلبوا مواليدي وما عرفوا انه طلبوا مواليدي، لان اول سنتين نختبر الدعوه مالتنا ما كانوا لا تلفزيون لا راديو لا جرايد لا مجلات لا لقاء مع الخارجي العالم الخارجي، بس صلاه ودراسه ومدرسه وكنيسه وبس، ما عندنا غير اتصالات. فيوم من الايام رئيس الدير قال لي تعال عندي شغله معاك. ورا سنتين من بالدير قال لي انت سالتك اول ما دخلت قلت لك تريد تبقى راهب او قس؟ قلت له لا هاي ولا هاي، وما اعطيتني جواب. شنو؟ قلت له راسا حاربين مواليدي للجيش. قال لي ايه. قلت له مع السلامه. ثاني يوم رحت للجيش، انا ما هربان من الجيش حتى اجي هنا. خدمت وكامل رجعت مره ثانيه كملت دعوتي بالكهنوت. حسيت بحياه الكهنوتيه انه القلب الفارغ حسيته ينترس، حسيت هاي النعمه ما سهل. فإذا الدعوة هي اختبار. اليوم تلاميذ بطرس أندراوس لما إجا يسوع قال لهم تعالوا اتبعوني، على أساس أنت تترك شغلك وعائلتك تروح ورا يسوع؟ من هو يسوع؟ عنده ثقة، عنده عمق بصيرة حتى يعرف يسوع من هو يروح ورا. وفي قمة النهار وقمة الشغل مالته ترك كل شيء. اليوم احنا لازم نتخلى عن الاشياء الزمنيه اللي تربطنا وتبعدنا عن يسوع، لازم نقترب كثير من يسوع. زين، بطرس أندراوس وحدهم وكانوا يصيدون، قالوا تعالوا بدل صيد سمك اسويكم صيد بشر. زين، صيادي بشر شلون راح يكونوا صيادي بشر؟ حتى نجيبون الناس. ذكرتها بالآحاد الماضية والمناسبات الماضية قلت اليوم احنا رسالتنا احنا تلاميذ يسوع ايش قد جبنا دخلنا دعوة؟ هاي الدعوة اليوم ايش قد نجيب اشخاص حتى يشتغلون ويكملون الرسالة؟ اليوم افرح انا مثلا شماشة سمير، ما هو طلع سمير او مثلا جاب ابنه سوى له شماس، مثلا أنيتا بالجوقة جابت أولادها وصارت شماس. اليوم إحنا نحتاج هاي الشغلة. لما يجي واحد يقول لي أنا كنت بدي أشتغل مع القس القبلك والمطران القبلك والمطران القبلك ويا البترك. زين، كبرت أنت بالعمر راح تقعد بالبيت، زين وين أولادك؟ نحب نشتغل إحنا بس ما علمنا أولادنا الخدمة. فلما توقفت الشغلات بيتنا او في كنيستنا او في ارساليتنا لما توقفت، فالمشكله موجوده هي بالكاهن وبالاهل. مو بس الاهل عاتب، لا عاتب حتى الكاهن اللي يشتغل. انا عاتب نفسي ليش ما اجيب اولادكم حتى يجون يشتغلوا؟ ليش انا اشتغل بس ولما يخلص الشغل لما ينقل الكاهن شو كل الناس بطلوا؟ لانه يشتغلون ويا كاهن. فاذا انت متى تشتغل ويا يسوع؟ انت تشتغل لنفسك ويكاهن وبس. لا نريد يشتغل وياه، لا يشتغل لي، يشتغل للكنيسه. لا تشتغل لي، لا تجي على مودي، تعال على مودك انت. علاقتك مع يسوع مو معايا. فاليوم نريد نشتغل، هاي هي الدعوه، انه نترك كل شيء ونعلم الاخرين. متى نعلمهم؟ بدنا نعيش بس اني وبس. هسه اني اذا رحت مثلا أنا ما يعجبني كتاب، أنا ما يعجبني ألف وأكتب، ما يعجبني، بس يعجبني مثلا التصوير.
ده وصل رسالة من خلال هذا التصوير للعالم كل المحتاج. ده نوصل هذه الرسالة. بس إذا رحت هنا مثلاً ده كلف جورج أو ده كلف أحد الأولاد أو الشباب أو أي شخص يجي يساعد بالتصوير حلو، بس لما أروح من هنا راح أبطل هاي الشغلة. ليش؟ لأنه ما علمت واحد آخر. أنا I wish مثلاً روبوت نكون بالبيت بالإرسالية بالبيت الإرسالية أعلم شوية شوية شو يسوي. مو سهل الشغل وياكم. فحلوة أعلم مهنتي للآخر حتى تستمر، حتى تستمر. ها هي الدعوة اليوم. خلصنا من اندراموس وبطرس، روح على فين قاعدين ويا أبوه، ويا أبوه هنا لدي يصلحون الشبكة مالتهم حتى المساء يكون الحاضر الشبكة مالتهم، يروحون يذبوها ويصيدون. اجى يسوع مثل ما نقول على الحاضر، اجى شافوا اثنين، هاي تعالوا وياي شكوا حتى نسويكم صيادين بشر. عفوا ابوهم، ابوهم كبير من عمر، عفونه، عفوا شغلهم، عفوا عائلتهم. ما قالوا له واقف يا سلام بس دقيقه خلوه راح اسلم على عيلتي مرتي ولادي اسلم عليهم حتى نجد بعض. لا لا لا، عافوا كل شيء حسب النص يقول لنا، عافوا كل شيء، راحوا ورا يسوع. على اي اساس؟ على اي اساس؟ هذه هي النقطة اليوم. الدعوة تضرب في قلب الإنسان وعقل الإنسان، يريد يقدم فشيء حتى يجيب. ويسوع احتاج إلى رسل. أولا اختار اختيار مقبيلة طالح مقبيلة، وبعدين كم دارب له علمهم. He chose Jesus. He needed someone to continue his mission on the earth. He chose some disciples. He chose the first and he treated them. Treated them for 3 years. إن فاشن له ملوب إنه هنعيشه كم قبيلة منه وكم مولب له فاشن له. فهنا كل كاهن يجي يخدم هنا يختار مجموعة من الكنيسة حتى هم يكملون على الرسالة، يدربهم. لما يروح لا يتوقف الشغل، مو يتوقف الشغل كنيسة تموت، إرسالية تموت مالتنا، لازم يكون بها استمرارية. شماس مثلا، شماس جورج، he's following all the readers and he's following, he teach them always, but we needed someone to take over. He did great job. But till when? If you don't come to help us, we can move. We need you to continue our mission, to save our church, to grow it, and bring your kids, bring your family all together. Don't come to the church. Oh my kids, they don't come to the church. لما يكبرون يرحمون يصيرون كبار بالعمر، أي أبونا فعل يعني سوتشو. لأنه ما علمتوهم سوجكم، ما علمتوا أولادكم تجيبوهم حتى روح الخدمة تكون في حياتهم. روح الخدمة. أنا أتوسل واحد تعال إذا عندك موهبة التعليم أهلا وسهلا. موهبة فيليب اليوم إجا ويانا صاحب العزف أهلا وسهلا. أي أبونا كان عندنا من جوقة 50 شخص وينهم؟ كان عندنا شمامسة وينهم؟ كان عندنا لجنة وينهم؟ فإذا كلتنا ما أحكي عليكم أحكي على نفسي، كلتنا كنا نخدم نفسنا والكاهن اللي يحبه والكاهن ما يحبه الله يعينه ويستر علينا. فأقول لك فوات المبارك اليوم، دعوة يسوع مهمة في حياتك. دعوة يسوع مو بس أنت، لازم كلنا نكون ونلبي ونقول مثل صموئيل، ها أنا يا رب تكلم فإن عبدك يسمع. آمين. إلهنا بحسن المتشوف والتفاق واليوم قائلين يا ربنا أرحمنا. يا أبا المراحم وإله كل التعزية نطلب منك يا مخلصنا ومهتمنا ومدبر الكل
نطلب منك يا رب محمد لأجل أمني واتفاق كل العالم وجميع الكنائس نطلب منك يا رب محمد لأجل بلدنا وكل البلدان ولأجل صلاح كل العالم نطلب منك يا رب محمد لأجل السلام والاستقرار وخصب السنة وظلات الأثمار نطلب منك يا رب محمد لأجل أبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما ومار لويس الجاثوليك الباطري ولأجل الجماعة التي يخدمونها نطلب منك يا رب من أجل شفاء المرضى والفرج للمتضايقين ومبتئي النفوس نطلب منك يا رب من أجل أخواتنا وجميع الموتى الذين انتقلوا من بيننا على رجاء القيامة نطلب منك يا رب خلصنا أيها المسيح ربنا بنعمتك وكثر معنا أمنك وسلامك وترحم علينا وشفى الله وكل ما يراه ملائكة وبرب واحد يسوع المسيح
Oh,
عظمتك ورفات الملائكة ومواكب الروحانيين قدام النار والروح الذين يسبحون اسمك والكروبيم والسرافيم المقدسين الذين ينادون بعضهم بعضا Thank you.
خاضعين وخاشعين صلوا واستقاموا معنا. يا مارا نقولك القديسة وشارك القربان ديالك مبارك ومقادسة. الهم طالع يا مارا تقضى يقوم بإتفاق الضيارة ومطلابة تقوم تبين الدين بإتفاق الضيارة وكل شيء من كلانا نستهل إقامه بدأ كل القربان وداد يرفع حجاب تأما شكل الله وشكل الله طالب قيد وزود بدما يقدر تمشيحه. نحمدك على تدبيرك العظيم لنا ونمجدك دوما في كنيستك المفتداة بدم مسيحك الكريم الآن وإلى الأبد. Thank you.
Thank you.
Oh,
عايشي حق قديشة ومحياني ولا لو بقدرة خلال والجاب اسمك مع الروحانيين ونلتذ بعذوبة أقوالك ونشترك في أسرار موهبتك يا رب الكون باب برونا روح القدس العظيم آمين الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أرضانا جسده ودمه عرضنا الحياة الأبدية أو بارك الكنشاء وبعلامة الصليب الحي تكونون موصومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة هاشم وفن الزمان والعالم لمن تختاره وتقربه
وفي ديارك تسكنه. طوبى 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 لمن تختاره وفي ديارك تسكنه. حين سكت بليت عظامي إلى هشيم تحول قلبي، فأبحتك بجميع أثامي، أنت رفعت وزر خطيئتي. طوبى طوبى لمن غفرت معصيته.